السلام عليكم، كيفكم؟ يعطيكم العافية. اليوم إن شاء الله راح نبدأ درس جديد هو الشمس والريح. قبل أن نبدأ بشرح الدرس سأقوم بسؤالكم: ماذا تشاهدون في هذه الصورة؟ طبعا الإجابة راح تكون رجل يمشي تحت أشعة الشمس في فصل الخريف، والدلالة على أنه فصل الخريف وجود أوراق الأشجار ذات اللون البني المتطايرة بسبب الهواء. الآن سنقوم إن شاء الله بشرح الدرس. الشمس والريح. تقابلت الريح والشمس ذات يوم. قالت الشمس للريح: نحن أقوى ما في الطبيعة. هنا حصلت مقابلة بين الشمس والريح في يوم من أيام الخريف. قالت الشمس للريح، بدأت طبعا الشمس بالحديث، أنهما أقوى ما في الطبيعة. كانت إجابة الريح بغرور وتكبر، غرور معناها تكبر. قالت الريح في غرور: لكن لا تنسي أنني أقوى منك. إذن كان تكبر الريح وغرورها بنفسها وإعجابها بنفسها بأنها هي أقوى من الشمس. طبعا كانت ردة فعل الشمس أنها انزعجت، تضايقت، بمعنى انزعجت. تضايقت الشمس ثم قالت، ردت الشمس على الريح وقالت: أعرف أنك تملئين الدنيا بوجودك وتخيفين الناس بصوتك القوي، لكنني أضيء الكون بنوري وأبعث الدفء في كل مكان. هنا كانت إجابة الشمس للريح بأن الريح أنها تملأ الدنيا وأن الناس يخافون من صوتها القوي، لكن الشمس هي التي تضيء الكون بنورها، بأشعتها، بضوئها، وتبعث، وأي ترسل الدفء في كل مكان في هذه الأرض. وأكملت الشمس قائلة: ولولاي لغطت الثلوج الأرض كلها ولمات الزرع والخلق والحيوانات. إذن بسبب الشمس، بسبب وجود الشمس، لكانت الريح أو لكانت الثلوج غطت الأرض ومات الزرع والخلق والحيوانات. طبعا للشمس أهمية كبيرة في حياتنا، للشمس أهمية كبيرة في حياتنا. الفقرة هذه تحمل الفكرة بأن الشمس والريح يتنافسان، وترى كل واحدة منهما بأنها أقوى من الأخرى. ترى كل واحدة منهما بأنها هي الأقوى من الأخرى. ضحكت الريح من كلام الشمس وقالت: لا تحسبيني ضعيفة عندما أكون هادئة ساكنة هكذا. طبعا ردت الريح على كلام الشمس بضحكة، بمعنى أن حديث الشمس لا يعجبها، وقالت: لا تظنيني ضعيفة فعندما أكون هادئة وساكنة. وأكملت قائلة: فأنا حين أهدأ أكون نسيما رقيقا. عندما تكون هادئة تكون نسيم لطيف، أما حين أثور فأصبح ريحا قوية بل عاصفة هوجاء. عندما تثور هذه الريح تكون عاصفة قوية، عاصفة هوجاء بمعنى عاصفة قوية. نظرت كل منهما إلى رجل يلبس عباءة ثقيلة. قالت الريح للشمس متحدية. هنا عندما نظرت الريح والشمس إلى الرجل الذي يلبس عباءة ثقيلة، خطر في بال الريح أن يكون هنا تحدي بينها وبين الشمس. لماذا هذا التحدي يا ترى؟ لنكمل. متحدية: أقوانا من يدفع هذا الرجل إلى نزع عباءته. إذن ليروا أيهما أقوى في أن تجعل هذا الرجل أن يخلع عباءته، أن يخلع هذا الرجل عباءته. هبت الريح بشدة وأخذت تعصف بكل قوتها وهاجمت الرجل بعنف، لكنه تمسك بعباءته أكثر وأكثر. إذن هبت الريح بكل قوتها وعصفت بمعنى تهبه بقوة، تعصف بمعنى تهب بقوة،
وهاجمت الرجل بشدة، لكن الرجل كانت ردة فعله بأنه تمسك بعباءته أكثر فأكثر. قالت الريح للشمس وهي يائسة: لقد عجزت. هنا اعترفت الريح بعجزها، اعترفت الريح بعجزها وأكملت: جاء دورك. بدأت الشمس ترسل أشعتها الدافئة شيئا فشيئا، وسرعان ما أحس الرجل بالحرارة فخلع عباءته. إذن عندما أرسلت الشمس أشعتها الدافئة وأصبحت تقوي بأشعتها شيئا فشيئا، شعر الرجل بالحرارة فخلع عباءته، فخلع عباءته. في هذه الفقرة الريح تتحدى الشمس لتجعل الرجل يخلع عباءته، ولكن الشمس هي من تنتصر في هذا التحدي، الشمس هي من تنتصر في هذا التحدي. لنرى ماذا قالت الشمس للريح. قالت الشمس: أيتها الريح، هل عرفت الآن من الأقوى؟ يا صديقتي، إننا نستطيع أن ننال باللين والرفق ما لا نقدر على أن نحققه بالعنف والقوة. هنا قالت الشمس للريح بعد أن انتصرت في هذا التحدي، تبين أن الشمس هي الأقوى، وقالت لها أننا باللطف وحسن المعاملة نستطيع أن نصل إلى ما نريد، أو نحقق أهدافنا، أو نحقق ما نريد. هنا هذه الفقرة تتحدث بأن بالرفق واللين نحقق ما نريد، بالرفق واللين نحقق ما نريد. طبعا الفكرة الرئيسية في هذا النص أو النص كامل يتحدث عن الرفق واللين هما سلاح الإنسان في الحصول على ما يريد. إذن الرفق واللين سلاح الإنسان في الحصول على ما يريد. انتهينا من شرح الدرس. بتمنى للجميع التوفيق، وبتمنى الكل فهم الدرس. أي سؤال أنا بستقبل أسئلتكم على الواتس على الخاص، ويعطيكم العافية.